أعلنت مديرية السياحة في إدارة زاخو المستقلة خلال تصريح خاص لزاغروس، أعلنت عن نجاح خطتها ودخول أكثر من 52 ألف سائح إلى منتجعات المدينة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. بداية نشكر جميع المؤسسات الحكومية التي شاركت في التحضير والإعداد لمراسم استقبال السياح في عيد الأضحى المبارك، وخاصة المؤسسات الأمنية، حيث كانت أعداد السياح في تزايد أكبر من ذي قبل، وبلغ عدد السياح والمصطافين الوافدين خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك في إدارة زاخو المستقلة أكثر من 52,500 سائح ومصطاف، عدا عن الوافدين من خلال بوابة إبراهيم خليل الحدودية. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على نجاح الخطة التي حولت زاخو إلى مرحلة متطورة ومتقدمة أخرى، وكذلك من خلال الخطة التي وضعت لاستقبال الوافدين خلال عيد الأضحى المبارك، وكذلك رغبة الشركات السياحية المتزايد في التوجه إلى مصايف ومناطق دار زاخو المستقلة. ونتوقع وصول أعداد السياح والمصطافين إلى أكثر من 1,000,000 سائح ومصطاف حتى نهاية هذا العام.